بالنسبة غادي نهضر على كاتب مفتاح تكتيكي وشوفا تكتيكي وعلى البداية نسيتو وشو على البداية بحال فيكتيفمون هادو ثلاثة ديال العيبين اللي كيسالي هو كيف ودي مونتمون كونسيدرابل ماشي مونتمون سهلين كانوا دفعوا داروا واحد ميز اون دومور للكلوب وجاوبوا جاوبنا حتى حنايا التقييم ديالنا وجاوبنا دونك كاين تاهما داروا اخطاء شكليه في لاخر الخصوص ديالهم وحنا كندافعوا على المدير حنا ليسونسيل هو حق المدير اللي يمشي حنا كنجريو حتى الان مفتاح ماشي ليك انا كنقول مفتاح ماشي ليك جاكيتي ماشي ليك بالنسبه ليا والحين وباهي اللي بقى ليا سون باري ميم باهي سمعت انه سي با سي فري سي با فري انا عاد قلت الاداره باش نرسلوا نرسلوا النوادي حيت اليوم فرشتها جاكيتي وفرشتها دي واحد كيلكو سومان ديال باهي انا يا طبعا مع استشارات مع الناس نعرفهم الفو خصها ادريسي واحد ليتر لي كلوب اللي احتضنهم باش نقولوا هاد المدينة تلوم اللي سون توجور سو كونترا ودي لا هذه عاد اللي جاي دونك هذه ولا خصنا نرسل هاد الاخر هادي نرسل هاد لي كلوب باش نقول لهم هاد اللي سيتوهم راه توجور بدا سي اسكو سي فري سي فري حيت حنا كنتبعو لي ريزو سوسيو انا مكنتبعش لي ريزو سوسيو كنعرف الورطة ستيل هادي الاولى ثاني حاجة ان نرسلو هاد الوقت نرسلو هاد لي كلوب وثالث حاجة ان نرسلنا الجميع انهم ما يمكنهمش جامع اللاعب هذا اقتناع ولا كنت في الجامعة عندها اقتناع انه هاد اللاعبين ما يمكنوش يلعبوا في هذا الكلوب حيت باقي عندها عقد ديالهم مع المدير الجديد ومازال بجوج النزاعات مازال ما حسمت في المآل ديالهم دونك هما وهي سيتي دونك لو ترونسفير لو سيتيكا دو ترونسفير راه ماشي عليه في عقد الفيدراسيون دونك هما من الكلوب الى قدر الله مشاو سنيه راه بعدا لا فيدراسيون يباسكو في هاد لا بروسيدور ديالو تاع الترونسفير دونك باش يكون مغالطة ديال الاخر مغالطة ديال لي ريسوسيو الاخر انا كنسمع ما كنقراش انا اللي كيجبني ما كنقراش لي ريسوسيو باش نكون متفقين